الحكومه تحت القياده ديال صاحب الجلاله اللي عطى واحد البرنامج اللي هو كبير لهذه المنطقه اللي عنده واحد العطف كبير يعني لهذه المناطق اللي عندها خصوصيات اللي ضربها الزلزال اللي هي مناطق اللي هي هشه وضعيفه وخسائر امكانيات. وشفتوا كيفاش كانت يعني التضامن مع باقي المغرب في ما وقع، وشفتوا كذلك التعليمات ديال صاحب الجلاله، وشفتوا العمل الحكومي وكيفاش اشتغلنا. فلا زلنا نشتغل الحمد لله، ان الان كاين طرق اللي كتصايب في هذيك المناطق كتعاود تكبر، كاين طرق اللي ما كانتش اللي غادي دا كانوا دي براج اللي الناس كيستافدوا يمكن يستافدوا منهم، يمكن كانوا غياخذوا واحد الوقت، ها هما الان غادي يبداو ابتداء من جونفي ان شاء الله. كاين امكانيات اللي تعطاو للسكان باش يدوزوا هاد ال 12 شهر اللي صعيبه الاولى، بحيث كتعطيهم واحد المنحه ديال يعني اللي هي سنويه تقريبا ولكن مقسمه على 12 شهر. مشينا كذلك انه في السكنه تعطات الدفعه الاولى يعني الناس اللي بان بانه يستحقون. اللائحه باقا راه تحت الاشتغال وكاين الدراسه وكيشوفوا شكون اللي يستحق وشكون اللي ما يستحقش. انا ما يمكنش لينا نعطيو الفلوس اللي ما يستحقش، واللي يستحق كيشوف. دونك كاينه الدراسه اللي هي سميتو، ولكن الناس اللي كيستحقوا راه خداو، وباقيين وحدين اخرين راهما جايين في الطريق ان شاء الله، واعطيناهم يعني الدفعه الاولى. وكذلك كاين الحكومه كذلك قايمه بواحد الواجب انه كترافق هاد الناس اللي غادي يبنيو باش كتعاونهم في لي بلون يعني في هذا، والزوتوريزاسيون باش على الاقل نتفاداو هذاك البني اللي كان يمكن يجيب مشاكل للمستقبل. هذه مناسبه باش هاد المناطق اللي هي يعني في ظروف صعبه ان تكون عندها امكانيات ان شاء الله اكثر، وتعطاها امكانيات اكثر باش نزيدوا المدارس، نزيدوا الثانويات، نزيدوا الطرق، يعني نزيدوا الاصلاحات ديال ديك المدن الصغرى وداك الشيء. هذا كله غادي يجي ان شاء الله في السنوات المقبله، والان راه التمويلات كتوجد وكنشوفوا كيفاش غادي نشتغلوا، لان هذا الشيء امر به سيدنا الله ينصرو باش تكون مناسبه. تكون مناسبه، وانا كتعرفوني زعما كنتكلم بجديه، وهذا الشيء راه بغاه سيدنا وغادي ننزلوه ان شاء الله في الميدان، والحكومه غادي تبدا تنزل فيه يعني في هاد 2024 ان شاء الله بالتمويلات غادي يكونوا غادي نوضوا بواحد العدد ديال البرامج زائد على البرامج هذو اللي تكلمت عليهم ديال الاعاده ديال التعمير وديال الناس اللي ضاعت لهم شي حاجه ولا هذا. وهذا راه شيء جد ايجابي للتعامل مع القضيه ديالنا ديال هذا الزنزال. هذا البرنامج حكومي منباطق من البرامج الانتخابيه بلي كتجمعها ديال الاحزاب، هو اللي عطى هذاك البرنامج الحكومي. واسمحوا لي في ظروف وجيز، في ظرف وجيز نفذنا العدد مهم يعني من الوعود ومن هاد البرامج كلها اللي كانت، ومازال ان شاء الله، لان احنا يلا عندنا عامين دابا اللي دوزنا وانتم كتشوفوا مازال ان شاء الله فيما تبقى من هذه الولايه غادي نقوموا بالواجب ديالنا باش الوعود اللي يمكن لينا نوصلوها للمواطن غادي نوصلوها للمواطن. ونقول لكم ثلاثه ديال الحوايج. احنا العام اللي فات ديسمبر العام اللي فات نزلنا الله يموت التضامن، يعني لاسيونس اجباريه باش الناس تداوى، ودزنا من الرميد الله يمو. واليوم المواطن يمشي للقطاع الخاص ولا القطاع العام ولا هذا، ولا يشري الدواء ديالو ولا هذا، ما بقاتش الاشكاليه. نجحنا فيها ياك، نجحنا فيها الاخوان. الحكومه من نهار اللي جات ما كانش كتقول غادي ندير ولا غادي ندير، كنا كنشتغلوا بصمت باش نخرجوا هذا البرنامج ديال الدعم المباشر الاجتماعي. عامين من نهار اللي جيت لها حكومه وحنا كنشتغلوا، لانه ساهل في اخر المطاف
انه كاين واحد الترانسفير غادي يوصل للمواطن، ولكن شكون هو هذا المواطن ومنين غادي يجي وكيفاش غادي يتقيد وفين غادي يجي وكيفاش غنصيفط ليه وشنو هما هذا بروسيس كبير اللي اشتغلنا عليه يعني هاد السنتين. وسيدنا بلي عطى في الاجنده الملكيه بانه خصو يتعمل قبل اخر السنه، ايبان اخر السنه اخر هاد الشهر ان شاء الله الناس الاولين اللي تقيدوا اللي دازوا في البلاتفورم واللي هما كونفورم غادي توصلوا بالمبالغ ديالهم ديال الدعم الاجتماعي اجتماعيه كبرى اللي الان تم التنزيل ديالها. ماشي غادي نديرو حنا دولة هاد الشيء بالطبع. هاد البرامج الاجتماعية كلها احنا كنا متفقين وكنعرفوا الحقيقة بأنه المهندس الأكبر والأول هو صاحب جلالة نصر الله. والحاجة اللي خصنا نقولوها اليوم واللي يمكن خصها تبقى شوية في الذاكرة السياسية ديالنا هي أن النية ماشي أبلغ من العمل في السياسة. اللي عنده شي مشروع اجتماعي وداك الشيء راه ما يمكنش يقول أنا عندي النية ويتسنى 40 عام باش يدير. حنا هدونا، إذا حنا عندنا النية وعندنا العمل وعندنا مشروع اجتماعي. ونقول لكم بأنه أكبر حكومة في تاريخ المغرب في النشاط الاجتماعي هي الحكومة ديال هذه اللي موجودة قدامكم. فرق، كاين فرق ما بين رفع الشعار ديال الدولة الاجتماعية وبين التنفيذ ديالها على أرض الواقع. الدولة الاجتماعية هي سياسات يعني العمومية الناجعة الموجهة للمواطن باش يعني تحسن العيش ديالو الكريم. والدولة الاجتماعية هي اش نزلتي. انا كيظهر لي بانه هذه القضية ديال الايديولوجيات مزيان، ولكن انا كيظهر لي بانه احسن واكبر ايديولوجيه اليوم هو الانجاز والعمل. المواضيع اللي كتهمهم واللي كتهم يعني الحكومه كذلك من خلال التواصل معهم هي التنميه المحليه الشامله، و يعني الاشكالات اللي كتطرح عندهم لا في الجوانب ديال التنزيل ديال المشاريع والبرامج ولا في المسائل اللي كتهم الموارد اللي كتكون عندهم يعني محدده، وكذلك الموضوع اللي هو مهم واللي كيهمنا جميعا اللي هو الالتقائيه بين البرامج وبين السياسات العموميه على الصعيد التنزيل ديالها على الصعيد المحلي على شكل يعني مشاريع وبرامج، واللي كنبغيو يعني الجماعات يعني المحليه والترابيه باش تكون يعني طرف منها، لانه المشاريع كتكمل ولكن الاستمراريه والاستدامه كتبقى على الناس اللي عايشين تما الناس اللي كيتواصلوا مع المواطن باش يكون يعني الاستمراريه في هذا المشاريع. اين هي مسؤوليتنا؟ كيف نكون في مستوى هذا المنظور الملكي؟ وهنا تيجبنا الدور ديال المنتخب على جميع الاصعده، الدور ديال الفاعل السياسي. كيفاش نبلوروا هذه الفكره، هذه الافكار، هذا المنظور، هذه الاوراش على ارض الواقع؟ لان الاساسي هو كيفاش المواطن يلمس ذلك التحول في معيشه اليومي في حياته اليومية، يحس بأنه تتحسن حياته. وهنا تيجي الدور ديال طبيعة الحال المنتخبين والفاعل السياسي بصفة عامة. وأعتقد أن الدينامية اللي أعطى انطلاقة ديال الحزب منذ شهور متعددة أنه تتوضع يعني تتركز على هذه النقطة ديال الدور والمسؤولية ديال الفاعل ولا المنتخب الجماعي في هذه الصيرورة في هذا المنظور، وبالتالي دائما وضعه
أمام أعيننا بأن هناك منظور كبير، كيفاش نكون في المستوى ديال هذا المنظور؟ هذه الدينامية مهمة جدا، لأنه أولا تنعرفوا بأن حزب التجمع الوطني الأحرار عنده 10,000 منتخب جماعي، بمعنى أنه ما عمر كان شي حزب عنده هذا المستوى ديال التمثيلية الجماعية. وبالتالي على صعيد الحزب احنا واعيين بأن كاين واحد الدور كبير ديال المنتخبين المحليين، يلي خلى هذه الاجتماعات اللي تنظموها معاهم باش دائما نرفعوا السقف. كذلك هناك العملية التعبوية والتحفيزية والتأطيرية ديال المنتخب الجماعي. يوم المنتخبين ديالنا في هذه الجهة هذه كيأكدوا كذلك أنهم معنيون ومنشغلون بالتنمية المحلية، أنهم مستعدين بالموازنة مع البرامج الحكومية اللي بدات بدينا كنشوفوا الملامح ديال التنزيل ديالها، أنهم كذلك مستعدين باش المجالات الجغرافية اللي كيمثلوها الجامعات ديالهم الأقاليم ديالهم والجهات ديالهم ينزلوا فيها بالثقل ديالهم، وأنهم كيسكنهم واحد القلق ينونغواس، واحد القلق إيجابي اللي هو اللي كينتج الحلول، واحد القلق اللي سمعتهم في الورشات قلق ينتج الحلول ولا ينتج تواري إلى الخلف، قلق ينتج الإيجابية. قلق هي أنهم باغين ينفذوا الالتزامات ديالهم باش ما كان كيقلبوا على الامكانيات، عارفين بان عندهم اختصاصات لليوم المشرع عطاها اليوم، كيقلبوا على الامكانيات، كيقلبوا على الاليات التدبيريه، كيتسلحوا بالكفاءه اللي على اساسها تختاروا. وبالتالي هاد لونغواس هذا اللي هي ايجابيه كنلاحظوها عندهم كاملين، بغاو من خلالها يواكبوا كما قلت هاد البرامج الحكوميه من خلال الاختصاصات ديال الجامعات ديالهم. استعنا على مشروع مع 100,000 مغربيه ومغربي من مختلف الأعمار والمناطق والجهات، وساهمنا في النقاش الوطني حول نموذج التنموي الجديد